إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى على عظيم نعمائه وجزيل عطائه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، بداية في بضع كلمات كنت أود أن أقولها في نهاية الخطبة، ولكنني عدلت عن ذلك لأقولها في بداية الخطبة حتى لا يفهم كلامي خطأ وحتى يستوعب الأمر وتوضع النقاط على الحروف ونبين الأمور على أصولها. الحديث الذي سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى ليس له أي اعتبار شخصي، الاعتبارات الشخصية في هذا المجال لا مكان لها. في الأحداث الأخيرة التي دارت، ومن هذا الباب فإن الذي مسست به من بعض كلمات وبعض سخريات واستهزاءات وجهالات، فإني في هذا الباب فإني أسامح كل من قال وكل من فعل بشكل شخصي. لا أحمل ضغينة ولا حقدا ولا كرها ولا بغضا، وإنما أسامح الجميع على أي إساءة صدرت منهم. ومن ثم فإن الأمر ليس له علاقة بقضية الحل والحرمة بالنسبة إلى نصب التمثال في بلدنا، فهذه القضية بإذن الله وبحمده سبحانه وتعالى في طريقها إلى الحل من خلال تفاهمات ومن خلال تقارب وجهات النظر بما يرضي الدين أولا ويرضي بقية الأطراف. فحديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى لا يمس بهذه القضية، وإنما تبيان عام لما حصل على إثر ذلك وما حوله من كلمات وتجاوزات وتجرؤ على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى من بعض أناس لا يملكون من العلم ولا الدليل الشرعي، فأطلقوا لأنفسهم العنان لأن يتحدثوا في شرع الله سبحانه وتعالى، فيطلقون الأحكام جزافا بين الحل والحرمة بدون علم وبدون أي دليل شرعي يملكونه. ماذا لو كان هناك مريض وعرض هذا المريض على الناس من أجل أن يصفوا الدواء الملائم لهذا المريض؟ هل هناك عاقل يفعل مثل هذا الفعل ويعرض المريض على آراء الناس كي يحددوا ما هو نوع الدواء الذي يجب عليه أن يتناوله من أجل الشفاء، أم يعرض على أطباء أخصائيين أصحاب
في هذا العلم وفي هذا الباب لو ترك المريض لآراء الناس حتى يعالجوه لمات 1000 مرة قبل أن يعالج. وفي كل قضية هكذا أيها المسلمون، لا بد من احترام التخصصات. دين الله سبحانه وتعالى أحكامه لها مصادر، القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، السنة النبوية هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه، إجماع الأمة، علماء الأمة. وهذه أقوال علماء يستنبطون الأحكام ممن يملكون القدرة على استنباط الأحكام الشرعية والأدلة الفقهية من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقياس الذي هو من اختصاص علمائنا. وفي كل كتب الفقه لم نرى لا سابقا ولا لاحقا أن آراء الناس مصدر خامس لتشريع دين الله سبحانه وتعالى. ذلك لا ينبغي، ذلك دين له أحكامه وله تشريعاته، لا يجوز لإنسان لا يملك من هذا العلم الذي يؤهله لأن يقول في دين الله أن يتجرأ على أحكام الله سبحانه وتعالى حتى وصل الأمر إلى سخريات واستهزاء على دين الله، على أحكام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث في دين الله سبحانه وتعالى وأحكامه وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، التي يقوم عليها الإسلام، التي تقوم عليها كثير من أحكام الإسلام. وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس، وأنه ينبغي ترك الشبهات فإنه سبب لحماية الدين والعرض، وحذر من الوقوع في الشبهات. أما قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فمعناه في 3 أقسام ولا بد من التركيز فيها: حلال واضح معلوم من الدين بالضرورة في حله، كحل الخبز والفواكه والزيت والعسل، أمور واضحة، والنظر والكلام والمشي والعمل. وحرام كالخمر والزنا والمسكرات والخنزير والغيبة والنميمة والمشتبهات، وهي أمور ليست واضحة، ليس فيها نص قطعي وتحتمل الاجتهاد. وأصحاب الاجتهاد في هذا الباب إنما يخشى الله من عباده العلماء، أصحاب الاختصاص في هذا الباب علماء الأمة وليس عوامها. هذه قواعد شرعية لم نأتيها من عند أنفسنا، ولم نستحدثها، ولم ندعيها لأنفسنا، وإنما هي قواعد شرعية وضعت لضبط أحكام دين الله سبحانه وتعالى من أن يعبث بها، ومن أن تندثر إذا خاض فيها من يعلم ومن لا يعلم، حتى وصل الأمر في بعض ربما يكون سكيرا يناقشك في أحكام الدين. ما الذي فعلناه؟ ما الذي فعلناه؟ إننا أدينا واجبا من واجباتنا الملقاة على عاتقنا، إن لم نؤديه نكون قد قصرنا في واجبنا
هذا دورنا إن كنا أئمة وخطباء، إن كنا أهل دين، نزوز عن حمى الدين، عن فريضة وعن سنة وعن أحكام لدين الله سبحانه وتعالى. نطالب في قضايا كثيرة. إذا رأينا على سبيل المثال أوساخا تعم الشوارع، نسمع أصواتا، أين الخطباء؟ أين الأئمة؟ أين المشايخ؟ أين رجال الدين؟ إذا أحسسنا برائحة مزبلة أو مجار أو أي أمر مسيء لبلدنا، نسمع أصواتا، أين الأئمة؟ أين الخطباء؟ أين رجال الدين؟ هل شروهم بثمن بخس دراهم معدودة ليسكتوا؟ فإذا تحدثنا بدأ الهرج والمرج، وبدأت الألسنة تتحدث جسافا. ومرة أخرى أؤكد أن الاعتراض على التهكم وعلى تجاوز أحكام الدين وليست على الأشخاص. حديثنا عن التهكم والتجاوز لأحكام الدين، فإذا كان رجل الدين الإمام أو الخطيب لا ينطق بكلمة الحق في هذه الأبواب، فبما ينطق إذن؟ إذا كان قول حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى بحل أو حرمة جريمة لا تغتفر، فبماذا ينطق الخطباء والأئمة ورجال الدين؟ حتى أصبحنا مجال استهزاء، وأصبح الدين مجال استهزاء. فاسمعوا بعض نوادر الاستهزاء. يقول أحدهم، يسأل فلانا أن الليلة ستقدم الساعة، أحلال أم حرام؟ فيجيب، فاسألوا أهل الذكر. ويجيب آخر، أخشى أن أصحو باكرا فأجد الساعة قد تقدمت فأصبح آثما. بل تعدى الأمر إلى ذلك، أن صحافتنا تستهزئ من دين الله وأحكامه. ما الذي قلناه؟ قلنا حكما من أحكام الله لم نأتيه من عندنا، وحكم ثابت في أقوال العلماء باتفاق وإجماع. يقول هذا في صحيفة كل العرب ساخرا مستهزئا في صفحة كلها ستيرة، كلها سخرية واستهزاء. يقول بعد فتوى الشيخ جمال نطور في قلنسوة بتحريم تمثال لصلاح الدين الأيوبي على صهوة حصانه قلق في رياض الأطفال من احتمال صدور فتوى بتحريم المعجونة في الروضات. أيستهزأ بدين الله وأحكام الله؟ هل تريدون أن نقول عن الحرام أنه حلال؟ عندها نقول بالفعل أئمة أو خطباء، نقول الصواب والصدق. أتريدون أن نبيح ما حرم الله وما حرم الدين؟ والله إن فعلنا ذلك، إن تجرأنا أن نحلل حراما حرمه دين الله وحرمه شرع الله وحرمته سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول قد خن الله وخن الرسول وخن القرآن وخن الدين. واجبنا يحتم علينا أن نجهر بالحق، لا نخاف لومة لائم. هذا دين ليس مجال لا لسخرية ولا استهزاء. ومن أنا؟ ومن أنت؟ ومن هو؟ حتى نغير في أحكام الله الثابتة. حتى لو قلنا فرضا أننا حللنا حراما، هل يصبح الحرام حلالا؟ من أنا حتى أغير في أحكام الله؟ ومن أنت حتى تغير في أحكام الله؟ وإنما أقول سبحانك، ما يكون لي أن أكون ما ليس لي بحق. ليس من حقي أن أغير أحكام الله سبحانه وتعالى حتى لو سخط كل الناس. ليس من حقي أن أحلل حراما حتى لو ثار كل الناس.
ليس من حقي أن أغير حكما من أحكام الله الثابتة حتى لو سخط كل الناس. لا أرضى ولا يرضى عاقل ولا يرضى مؤمن أن يغضب الله سبحانه وتعالى ويرضي الناس. لا أرضيكم على حساب مرضات الله. وكما قال أبو بكر الصديق وعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من المسلمين، قال: أو ينقص الدين وأنا حي؟ وكما قالها الإمام أحمد بن حنبل وهو يذود عن حياض سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الدين وأنا حي؟ أيها المسلمون، هذا واجبنا أن ننطق بالحق ولا نخشى لومة لائم. الناس أيها المسلمون ليسوا مصدرا للتشريع ولا مصدر التحليل والتحريم. لو ترك الأمر إلى الناس لأن يحددوا ما هو حلال وما هو حرام بعيدا عن أصول الدين لضاع الدين. لو تركنا الأمر لأن يقول الناس كلمتهم في تشريع الله لضاع الدين. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه القضايا المتفق عليها، القضايا المعلومة من الدين بالضرورة، قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، أحكامها واضحة ليست مجالا للنقاش. فإذا قال قائل من أئمة وعلماء الأمة أن الخمرة حرام، فهل ذلك يعتبر أن هذا قد أفتى فتوى تخالف أهواء ورضا المجتمع؟ هل يعتبر أن ذلك العالم قد تعدى الحدود في تضييق على حرية المجتمع؟ ماذا لو قال أن الزنا حرام؟ إن ذلك حكم الله. ماذا لو قال أن الغيبة حرام؟ ذلك حكم الله. ماذا لو قال أن الافتراء والكذب وشهادة الزور حرام؟ ذلك حكم الله. لم يأتي بجديد عندما يكون حكم الله سبحانه وتعالى. ولكن إن كانت هناك قضايا بحاجة إلى نظر فيها اختلاف فذلك شأن العلماء وليس شأننا، ليس شأن الناس حتى يخوضوا فيها ويحددوا أهي حلال أم حرام. ذلك ليس شأن العوام وليس شأن الناس. فنقول في ذلك أن الدين ليس مجالا للهو ولا للسخرية ولا للاستهزاء، وليس مجال لأن يعبث فيه كل عابث. الدين حفظه الله سبحانه وتعالى هو دين الله. فهل حرام علينا أن نسمي الأسماء أو الأشياء باسمها فنقول عن الحلال حلال وعن الحرام حرام؟ وأين المشكلة حينما نؤدي واجبنا؟ وهل من حق أصحاب الأهواء وأصحاب الصحف الصفراء أن يسخروا ويستهزئوا ممن يقول حكما من أحكام الدين؟ نعم، باب الحرية، حرية الرأي مفتوح للجميع في قضايا الدنيا، في قضايا الناس، وليست في ثوابت من ثوابت الدين، ليست في أحكام الله سبحانه وتعالى. وأقول ختاما ما قاله سبحانه وتعالى، قاعدة نسير عليها: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الدين لا يتبع الهوى، لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الدين قواعده ثابتة وأصوله متينة
وصاحب التشريع هو الله وليست أهواء الناس. ولو ترك الأمر للناس لأن يقولوا قولهم وكلمتهم في قضايا كثيرة لحللوا كل الحرام، لسمحوا لأنفسهم بالخمر، ولسمحوا لأنفسهم بالزنا، ولسمحوا لأنفسهم بالكذب، ولسمحوا لأنفسهم بالتزوير. وهم برغم أن الدين قد قيد هذه الأشياء وهذه الأحكام واضحة، ترى كثيرا من المسلمين يتجرؤون على دين الله ويفعلون هذه المحرمات. فما بالكم لو ترك الأمر لهم وفتحت الأبواب على مصراعيها بدون ضوابط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أمة هادية مهدية، أمة مرحومة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، تذكير بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كلنا نحفظه، كلنا نعلمه، كلنا يردده، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك ليس دور الإمام لوحده، ذلك دور كل مسلم غيور على دين الله سبحانه وتعالى، أن لا يسأل، لا يسمح لأن يعتدى ويتجرأ ويتجرأ على دين الله وعلى حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. ذلك حكم الله، لا نفرض ولا نكره أحدا على دين الله سبحانه وتعالى. من أراد الدين فله ذلك، ومن لم يرد الدين فأيضا له ذلك وحر، لا إكراه في الدين. أما أن يستهزأ بأحكام الله وأن يحاول البعض لأن يلوي عنق النصوص من أجل أن توافق أهواءه، فأما هذا فلا. ليس من حق أحد أن يغير في دين الله سبحانه وتعالى مهما كان. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة. Hmm.